أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: آمل من فضيلتكم أن تفيدون بأفضل شروح الألفية في الآداب الشرعية لابن عبد القوي. أما تسميتها الألفية أول مرة أشوفها مكتوبة عليها، هي المشهور أن منظومة الآداب، المشهور عند العلماء أنها منظومة الآداب لابن عبد القوي. ما أدري هل الذي سماها الألفية وجد لها اسم قديم، ما أدري، هذا يحتاج إلى تثبت. وأما شروحها فقد شرحها عدد من العلماء، منهم السفاريني، شرحها بشرح مبسط، شرح جيد وفيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. وشرحها الإمام موسى الحجاوي مؤلف الإقناع، شرحها أيضا بشرح ما أدري هو مطبوع أو ما هو مطبوع، ذكروا لها شروحا. نعم. والناظم أيضا شرحها، ذكروا أن له شرحا عليها. نعم. لكن الشرح الموجود الآن والمتداول وهو شرح حافل، شرح السفاريني رحمه الله. نعم.